put on to stay at the nitrogen, not at the other nitrogen tau, not at the nitrogen pi. Okay, هاي كانت فائدة إني أنا حطيت السلفر in the side chain. لكن مشكلة متى ما تحكينا it could have a toxicity still for my patient. So we try to replace ethyourea once again رجعناها ل الجونيدو مويتي. Okay. اكتشفوا انه في عندي سايد افكتس جاي من الميتامايد لانه في عندي ثيوريا جروب. بعديها اكتشفوا انه ثيوريا جروب مش ناتشورال فانكشنال جروب مشان هيك بسبب لنا توكسيستي او مشاكل. فحاولنا شو نساوي؟ نرد نرجع الثيوريا نرجعها لجوانيدو. اوكي؟ جربوا اليوريا طبعا فاليوريا اعطتني دروب ان اكتيفيتي فردينا نرجع ذا جوانيدو. الجوانيدو الاكتيفيتي قلت از انتاغونيست لكن ما في عندي side effect as an agonist. Okay. What should they do? كمان مرة ردينا نحكي انه انا السايد تشين مش بحاجة اني اكون ionizable ولكن انا بحاجة اني اكون polar. مشان يخففوا من الionization تبع الجوانيدو ربطوها في سيانو. ربطوها وذا سيانو جروب. Okay. They did do what? شلنا جينا عند الجوانيدو مويتي وركبنا سيانو جروب. ليش سيانو جروب؟ لانها الكترون دراون جروب حتخفف الشحنه اللي هي بوزيتيف تشارج عند الجوانيدو بحيث يكون الانتر اكشن مع الريسبتر اونلي هيدروجين بوندينج مش ايونايزيشن كانت ايونيك انتر اكشن. هاي الفكره بيهايند يوزينج او ديزايننج اوف انتاغونست ات ذا اتش 2 ريسبتر. طبعا اول مركب كان عندنا اياه بالماركت هو السايميتيدين ا فيري سكسسفول دراج وكان وايدلي يوز استخدامه نوادي جدا قل لكن we try to use the different drug derived from this idea. Okay. بس كمان شغله ثانيه زمان كانوا يحكوا لنا انه شو الميكانيزم اوف اكشن اوف سايميتيدين with the receptor كانوا يفترضوا انه السايميتيدين بيسوي كيليشن تو ذا ريسبتر للاتش 2 ريسبتر. لما شافوا كريستالوجرافيك ايمج they found انه مستحيل يكون الانتر اكشن بين ماي سايميتيدين والريسبتر through كيليشن. لا هو زي ما ذكرنا هو عبارة عن hydrogen bond formation between my receptor and my cimetidine. Okay? ف this is the structure of cimetidine كمان مرة لأن dissolving ring موجود بس بشرط الهيدروجين تكون على التاو مش على الباي لأنها حتشتغل as hydrogen bond donor حيكون في substitution at carbon number 5. بعديها side chain مكونة من 3 atom حاطين في نصها السلفر حكينا مشان أمنع electron donation from the side chain to the imidazole ring. الجوانيدو مويتي موجودة مشان أخفف شحنة الجوانيدو مويتي I added a cyano group to work as electron withdrawing group. Okay, this is the structure of the cimetidine. وحكينا كمان السيانو تخفف ال basicity of my guanido but leave it as a polar. Okay, cimetidine بحكونا دواء كتير ناجح كان to treat the ulceration لكنه كان يسبب لنا انهبشن للساتوكوم في 450. اكيد اخذته بالميديسنال 1 اكثر من مره تكرر عنا انه في والله السايميتيدين بيسوي دراج انتراكشن مع ماني دراجز على ديفرنت انزايم. كمان they found انه ماي دراج ورك از انتي اندروجينيك دراج اند ات كان كوز جاينوكوماستيا ان ميل. اوكي هاي ذا ميجر سايد افكت اوف سايميتيدين بالتالي ات هاز بين ويذدرون مش فيري سيف مقارنه بالنيور دراج. الانيور دراج شو كانت؟ They try to make ranitidine. بالranitidine شو شفنا؟ بالranitidine اكتشفوا انه الساينتست انه الاميدازول رينج مش شرط. الاميدازول رينج مو شرط انها تكون موجوده عندي. I can replace it with the furan as you can see. Okay, I can replace it with the furan. السايد تشين شلنا الجوانيدو we added an alkene system محلها and we added a nitro. And the nitro this time it become 4-10 times more potent than cimetidine and of course ما عندي أنا side effects اللي شفناها زي cimetidine and as you know كمان ranitidine nowadays withdrawn from market carcinogenic دكتورة new research حقا بالضبط انسحب من الماركت. Why do you think it is carcinogenic؟ لأن في الـ NO2 group احنا بالنسبة لما بنناقش عادة
نعتبر إن الـ NO2 هي عبارة عن compound أو part of my structure can produce radical that can attack the ATP system in mitochondria and cause destruction for my cell. بس أنا فاكر مش متأكدة بس هو ممكن على الأغلب الميتابولايت تبعت الرانيتيدين كانت lead to a toxicity بالتالي هو no longer is being used. بعديها في عندي الفاموتيدين. الفاموتيدين this time the aromatic ring it is thiazole. It is a thiazole and side chain نفس الشيء أربع أتوم. بعديها we are adding على الأمينو سيستم we are adding as electron drawn group sulfonate group. بس احنا الكربونات جروب دائما شو بنحكي عليها سلفونات جروب حكينا it can produce sometimes allergic reaction in certain population حكينا كمان انها it's a part of diuretic structure فبالتالي it can affect يمكن الكربونيك انهيدريزز انزيم مش شور بس احنا نحكي احتياطا هذا اللي لازم نحطه في بالنا when we see this sulfonate group in general الفاموسيدين فاموسيدين صار 15 مرة more potent than رانيتيدين و 60 مرة more potent than سايموسيدين ما عنده ال anti-androgenic effect تبعت السايموسيدين and the bioavailability of my drug it is around 50% okay لو اجيت اقارن بال يعني رحت على الماركت وشفت شو عيارات الادوية السايموسيدين كم عياره كان في حدا بعرف السايموتيدين يمكن كان 500 ولا شيء زي هيك لا السايموتيدين كان 150 250 كان 200 والله مش متأكد 150 75 أظني بعدين الرانيتيدين كم صار الرانيتيدين 150 ملي جرام و 300 ملي جرام وكان في 75 ملي جرام اكزاكتلي فاموتيدين كم نزلنا فاموتيدين 10 ملي جرام و 20 ملي جرام و 40 ملي جرام شايفين كم اختلافات كم ماي دراج بكم more potent as H2 antagonist بناء على كم أنا بحتاج ملغرام of the same of different drugs in this class. We have كمان النيزاتيدين كمان مرة this drug is containing a thiazole group and the side chain عبارة عن أربعة كربون and we put similar side chain زيها زي الرانيتيدين. Okay بالتالي sometimes you have to expect إنه no, احتمال ينسحب النيزاتيدين من market as well. We don't know, بس it depends بعرف بصراحة مين المصنع بس يمكن it could be the idea. This drug around 90% of my drug will be absorbed. High bioavailability of my drug can be seen from nizatidine. Okay, these drugs they are called the H2 antagonist. طيب شو خصائص ال interaction with the H2 receptor? I need a cationic histamine bind the receptor via formation of a 3 hydrogen bond. كاتيونيك نيتروجين اللي هي اللي عند الجوانيدو عند الجوانيدو تاو نيتروجين عبارة عن هيدروجين دونر الباين نيتروجين عبارة عن اكسبتر الparticipation of the ammonium group of the hydrogen bonding leads to a decrease of the positive charge of the ammonium group a decrease of the positive charge it induces a tetramerism change in the imidazole ring possibly stronger binding of the bi and the tau nitrogen to the receptor بالتالي it can bind to my receptor in a right way. Okay, هيك بنكون احنا خلصنا مين؟ خلصنا جماعة الـ H2 receptor. لأنه احنا حكينا عن دواء it works على الـ ulceration. بالتالي I would like to mention كمان another group of drug can affect gastric secretion in the stomach. And I will talk about the proton pump inhibitor. نفس الشيء proton pump inhibitor كان عبارة عن trial and error but البداية كانت they were looking for drug that can be used as anti-secretory and this search أكثر من مرة بعد ما ببلشوا في scientists بتركوه لأنه كان تظهر عندنا many side effects okay but they started with a compound under code CMN131 بعدين they worked with a drug that is called benzimidazole to indicate the presence of structure the first drug اللي عليه الكود يا جماعة زي ما احنا شايفين ثيوأميد في عندي بايريدين ثيوأميد it's a simple structure كانوا بيجربوه على animal model بعديها اجى another group عملوا الثيوأميد وصلت ان cyclic structure فصار في عندي انا benzimidazole structure okay and this benzimidazole structure كان good لكنه كان يعطيني بنفع بالتي بي لكن كان احتمال يسبب لي انا side effects as well
بعديها البنزامد حاولنا نأكسد الثيول جروب السلفر to make sulfur oxide and this can lead it to a drug that is more potent. Okay, more potent to get timoprazole drug. وبعديها they try to find newer drugs like picoprazole. شايفين picoprazole؟ picoprazole the previous drug لكن التورينجز اللي هي البنزين والبايريدين we put electron donating system at them. لكن كمان مرة we faced side effects. بعديها ال تركوا الـ research and being dropped. After that إجا جروب كمان آخر فكر يكمل الـ reaction فإجا كمان كمل حديت الـ omeprazole. الـ omeprazole زي ما حكيت لكم it is benzimidazole system زي الـ previous one وفي نفس الـ pyridine في sulfoxide. لكن this time this new group شو سوى؟ أضاف لي electron donating group على البنزين ring وأضاف لي على الـ pyridine. Methoxy and methyl group have been added to my structure. حصلوا الأوميبرازول. لكن الأوميبرازول على الدوز اللي كانوا يفحصوها كان produce cancers. Okay, can produce endocrine tumors in stomach. فكمان مرة تركوا الدواء يعني تركوا 20 سنة يمكن هيك شيء. Okay, أو يمكن I don't know تركوا فترة منيحة. Later on إجوا group of scientists حكوا يا جماعة الأوميبرازول عند therapeutic dose اللي بدنا إياها مشان تعالج it will not produce tumors why not to use it فرد رجعوا عند الـ FDA طلبوا موافقة على الدراج and this drug is being used nowadays على 20 ملغرام وأظني 40 ملغرام okay as anti-secretory drug ف this drug مش that easy والله أنا واحد عنده ulceration بكل بساطة أنا أحكي له والله خليك ماشي على الأوميبرازول لا Omeprazole on the long time run it can lead to endocrine tumors in the GI tract. واضح؟ Okay, this is my omeprazole. حنشوف احنا mechanism of action of this drug. الأوميبرازول معتبرينه it is a prodrug and it is need activation. The activation of omeprazole it will be sulfinamide. السلفينامد هو اللي حيتفاعل مع الانزيم المسؤول على gastric secretion in the stomach. اوكي فال اوميبرازول لما بيكون بالاسيدك كونديشن it will be converted to the active species this active species will attack the enzyme and form a covalent binding with the enzyme اوكي اللي هو الاتيبيز انزيم this disulfide linkage can't be broken down اوكي دكتورة لسه السلايدات مش واضحة مش طالع عندي هلا مش عندي ليش؟ بلكي عندك مشكلة بالنت بلكي مشكلة النت يا مس يمكن النت يكون ضعيف ماشي جرب اوكي حكينا my proton pump inhibitor they bind to a specific enzyme شو الانزيم اللي هو الجاستريك بروتون بوتاسيوم ATPase pump موجودة وين؟ The secretory membranes of the parietal cell. Parietal cells وين موجودين؟ The stomach. Okay. مسؤولين على شو؟ Gastric production. Gastric acid production. الأوميبرازول حكينا حيتحول ل active drug اللي هو السلفينامد بالكانالكيولاي الموجودة بالparietal cell. السلفينامد اللي يتكون حيتفاعل مع الثيول جروب الموجودة بالATPase enzyme. حيسوي ال disulfide linkage and it can lead to inactivation of the enzyme. الأوميبرازول كل البروتون بومب انهبيتر they are weak base okay weak base معناته لما بصير لهم absorption they will reach للبرايتال سيل لأنه الميديا is ionic sorry acidic they will be ionized there they will be trapped there حينحجزوا هناك لما ينحجزوا هناك بالتالي it's easily they will interact with my enzyme اللي هو ATPase enzyme ويسووا له inactivation مشان هيك الأوميبرازول بنباع بالماركت ايش؟ بنباع as enteric coated ليه؟ لأنه لو كان مش coated بالتالي الدور حصير active بال stomach itself مش جوا البرايتال سيل بالتالي I will lose my omeprazole okay احنا بدنا اياه يصير له absorption ويدخل جوا البرايتال سيل مش يصير له activation برا البرايتال سيلز okay this is regarding the omeprazole mechanism of action of the omeprazole as well بعد الأوميبرازول we found different drugs زي لانزوبرازول، أبيبرازول، and pantoprazole.
كلهم نفس البرنسبل، في عندي بنزيميدازول، في عندي البايريدين، وفي عندي اللي واصل بيناتهم اللي هي السلفوكسايد مايتي. لكن as you can see substitution at the pyridine it is electron donating group to give me more stability for my sulfine amide active species later on، أو كمان مشان يعطيني less basic drug can be seen. ف they will be converted to active species جوا البرايتل سيل، جوا البرايتل سيل معناتهم يرتبطوا they will bind ل الاتابازز انزيم. Okay. Later they found that my drug is stereoselective أو الانزيم is stereoselective. So they found that the S omeprazole is the active one أو more potent drug. فصاروا يحاولوا يجيبوا one of the racemates اللي هو ال A ال S omeprazole ونزلوه بالماركت باسم isomeprazole. Okay. Isomeprazole is the one of the my enantiomer. يعني بدل ما تكون الدوز مثلا 20 ملي جرام 50 10 10 R و 10 S، لا صارت كلها ال 20 is the S1 and بالتالي of course أكيد ال cost will be increased for my patient. Okay، بقينا عم نحكي عن أدوية الاستمك. We have a drug كمان بيشتغلوا as prokinetic drugs. Prokinetic drugs زي metoclopramide, cisplatin, levosulfide, all of these they work at esophageal sphincter pressure. They enhance peristaltic and gastric emptying for my patient عشان أخفف أنا ال esophagitis. We have the prostaglandin and their analogues. إحنا هناخد إن شاء الله prostaglandin in the next lecture in very details. Okay. مين prostaglandin اللي بيفيدني بالجي آي تراك بيحميني من الألسريشن اللي هو prostaglandin E1. هو بيشتغل as cytoprotective effect. It stimulates the production of mucus and bicarbonate which serves as a layer to protect from the acidity of the stomach. Okay. في دواء شبيه بالبروستاجلاندين E1 هو اسمه الميزوبروزيتول. Okay. ميزوبروزيتول and it is found in the market. لكن this drug is being misused عشان يسبب لنا الابورشن. It can produce abortion for female. Sucralfate and their analogues. Sucralfate هو عبارة عن complex of sulfuric acid ester and sucrose and aluminum hydroxide. This complex is an insoluble adherent complex, so we coating the ulcerated area in the stomach protect the ulcer from erosive action of pepsin and bile acid. كمان بشجع synthesis of anagenes of prostaglandin, bicarbonate, epidermal fibroblast and growth factors. نرد نرجع على اول ريسبتر اللي هم الانتي هيستامين اللي هو في عندي ال H3 ريسبتر انتاغونست. لساتنا بنحكي على ادويه I can use them as antagonist and بالتالي if I find an antagonist to the H3 receptor I can treat different types of diseases من ضمنها الازمة المايجرين الهايبرتنشن السبتيك شوك and I can solve مشكلة learning and memory degenerative disorders زي في حالة الالزهايمر ديزيز. اوكي كل الأدوية اللي شايفينها in front of us هاي كلها عبارة عن محاولات to get an a drugs، بس لحد الآن أنا ما في عندي in the market any drug belonging to these category. Okay I have thio, pyramide, clo, phenoproate. These drugs they are not drugs لكنهم they are trials. Okay سواء كنت agonist or antagonist I don't have drugs. ماشي حالي جماعة عشان أنا مش حطالبكم إنه والله نحفظهم أو نميز هاي structure but it's nice to know. زي ما في عندي ال beta 3 receptor I will try to find the drug مشان تساعدني على ال weight loss. نفس الشيء here we are having trials. إذا سمعنا دواء نزل جديد معناته أنا في عندي H3 receptor being found. ال H4 antagonist نفس الشيء بنبلش بال agonist زي مفضل فور مثال هيستامين and I try to make it more antagonist by modifying the structure. بس كل هالحكي بده two works to get these newer receptors as a target خاصة إنه ال H4 receptor اكتشفوا إنه له علاقة كمان بالinflammation as well من ضمنها الأرماتايد أرثرايتس والألرجيك رينايتس and الأزمة also. Okay هيك بنكون احنا خلصنا اول ليكتشر توداي اللي هي كانوا ادويه الانتي هيستامين. اوكي
The next time we will start with a new subject اللي هم الانسد.